الحمد لله السنة هيدي الموسم كتير جيد وكتير كويس. صار عنا يعني حتى صار شوية عطش في الصيف، روينا الزيتون الحمد لله على الطاقة الشمسية وفرت علينا شوي من المازوت، وبخيت الزيتون بخة 15 نيسان وبواحد آب وب15 أيلول، لأنه صار آفات كثيرة ومشان إنه الحب يكون نوعية جيدة، والحمد لله يعني موسم كويس، بس كان في رخص في الإنتاج كثير، سعر الزيت وسعر الزيتون. عم حط عمال من يعني سعر العامل يوميته 1200 ليرة سوري، كيلو الزيتون اليوم 200 ليرة في الجملة، وسعر الزيت اليوم 15000 ما حد عم يشتري منه، ما في شحين بيشحنه.